وتخطط شركة سبوتيفاي لتسريح حوالي 6% من موظفيها، أي ما يعادل 600 موظف، لغرض تخفيض التكاليف على الشركة. وأفاد متحدث باسم الشركة لبلومبرغ أن هذه الخطوة ستطال معظم أقسام الشركة التي بدورها تنضم إلى موجة تسريح للموظفين التي تخوضها عمالقة التكنولوجيا حصرياً. وينضم إلينا الآن من لندن جوشوا وورنر، محلل الأسواق لدى ستونكس. أهلا وسهلا فيك جوشوا، شكرا جزيلا لحضورك. أي هي يبدو لي وكأنه هذه الأيام أي رأي ممكن أنه يكون صحيح غير الصورة الضبابية؟ المعطيات البيانات الاقتصادية ما عم بتساعد كتير، المعطيات الماكرو أيضا ما كتير بتوضح الصورة. هل نحن فعليا قادمون على أحد أسوأ مواسم الإعلان عن النتائج في قطاع التكنولوجيا، أم هل كما بدأنا نتحدث مع قدوم أول تلك النتائج بأن هذه النتائج تأتي يعني ليست بالسوء الذي كنا ننتظره؟ أعتقد أن قطاع التكنولوجيا سيواجه صعوبة في موسم الأرباح هذا. إذا نظرنا إلى نتائج الربع الثالث كانت الأسواق تتوقع أن نرى أن النتائج ستكون أو كانت هناك توقعات أن نكون أدنى النتائج، لكن تأجل هذا الأمر إلى هذا الربع. إذا ننتظر لنرى أداء الشركات في هذا العام وكيف سيكون توقعها للركود. بدأنا نرى أدلة وبراهين تشير إلى أن السؤال الأساسي هو من يستطيع حماية الأرباح، ومن يستطيع تخفيض التكاليف، ومن يستطيع مواجهة العاصفة حاليا. لكن بالتأكيد موسم الأرباح هذا سيكون صعبا على شركات التكنولوجيا. يعني لناحية خفض التكاليف، فعلا ما نسمعه من عمليات تسريح الموظفين لا شك بأنها قد تساهم بخفض تكاليف هذه الشركات التي هي التي كانت فائضة بالتفاؤل عندما ذهبت إلى سوق العمل وقامت بتوظيف أعداد كبيرة ما بعد كوفيد. الشق الآخر لكيفية تعامل الشركات بأوقات اقتصادية مثل هذه هو الاستمرار بالاستثمار، وهو ما سمعناه الآن من مايكروسوفت، 10 مليار تضاف إلى المليار دولار استثمار بأوبن اي اي. هل هذا فعلا ما ممكن أن نسمعه من بقية شركات التكنولوجيا من أجل الخروج من أزمة أو من تداعيات ركود قادم في الفترة المقبلة؟ هذا الأمر يشمل إعادة تخصيص للموارد في مايكروسوفت. 5% من الوظائف سرحت، وهذا رقم قليل إذا نظرنا إلى أن قوتها العاملة أعلى ب 50% مقارنة ببداية الجائحة. إذن باستثناء أبل نجد أن الشركات هذه ضاعفت قواها العاملة منذ 2019 أو 2020. إذن قد نرى المزيد من عمليات التسريح، وهذا الأمر يتوقف على الوضع الاقتصادي في 2023. وفي الوقت ذاته نجد أن الشركات تستثمر في مجالات جديدة للنمو وفي الأماكن التي يمكن أن يتحقق النمو فيها في السنوات المقبلة. والذكاء الاصطناعي حاليا هو من المواضيع الساخنة، وتحديدا بسبب نجاح تشات جي بي تي. وكشركة خاصة إذا أردت الانكشاف عليها، هذه شركة مهمة يمكن الشراء فيها، وهناك التزام بالنمو، لكن الأمر يتعلق بالتخصيص المناسب للموارد أيضا. فإذا مزيد من عمليات الاستحواذ برأيك في العام 2023 في قطاع التكنولوجيا؟ سيكون الأمر انتقائيا، ومن الجدير أن نتذكر أننا من جهة نحن أمام تقييمات ضعيفة حاليا، وربما هذا هو الوقت المناسب للتحرك بناء على التقييمات. لكن نعلم أن النقد بات محدودا والتمويل بات أغلى وجمع الدين بات أصعب في هذه الظروف. إذن لابد من الموازنة بين القدرة على الاستفادة من التقييمات المنخفضة
المنخفضة وفي الوقت ذاته القدرة على الحصول على الأموال النقدية، وشركات التكنولوجيا لا تفتقر إلى الأموال النقدية، وبالتالي هذا الأمر سيرجح أن هذه الشركات ستبحث في صفقات استحواذ واندماج، لكن لا أتوقع أن يحصل ذلك مع جميع الشركات التكنولوجية الكبيرة. ماذا ممكن أن نتوقع من نتائج هذا الأسبوع في القطاع؟ تحدثنا في مايكروسوفت، تحدثنا في إنتل. الوضع صعب والتركيز سيكون على التوقعات المستقبلية. سينطلق الموسم بنتائج مايكروسوفت، وسنكون أمام أول تراجع في الأرباح منذ 8 سنوات بالنسبة لمايكروسوفت، وهذا سيكون صعبا على الأسواق. وإنتل أيضا تواجه مصاعب وتحديات، وهي ستظهر للسوق أو يجب أن تثبت أنها قادرة على التحكم بالتكاليف وقادر على تحقيق نمو خلال الوقت العصيب في 2023، لكن المستثمرين وبحسب السيناريو الأفضل هم سيحصلون على نتائج صعبة، ومع نتائج على أمل أن تكون أفضل من المتوقع. ممكن فإذا بأن تكون فرصة جيدة للمستثمر بالدخول في هذه الشركات حاليا. يجب على المستثمرين أن يتوخوا الحذر، التقييمات ما تزال ضعيفة في قطاع التكنولوجيا، مايكروسوفت تتداول أعلى من السوق، وهناك مجال لهذه التقييمات أن تتراجع إلى مستويات أدنى في الأرباع المقبلة. والسؤال الذي يطرحه المستثمر الباحث عن الفرص هو هل شركات التكنولوجيا قادرة على التعامل مع أي مصاعب، وهل ستكون قادرة على أن تكون أول من يسجل الارتداد؟ لكن السؤال هل سيحصل هذا الأمر هذا العام أم العام المقبل؟ كيف سيكون شكل الهبوط السلس إن حصل، أم هل سنكون أمام ركود؟ إذن هناك فرصة هذا العام، ولكن التوقيت صعب، وبرأيي أن التقييمات ستتراجع قبل أن نرى ارتدادا إيجابيا فيها لاحقا. جوشوا وورنر، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.